تعطيش وسياسة قتل ممنهجة ومجازر يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لأشقائنا الفلسطينيين. هذا الأمر جعل القيادة المصرية وأيضا القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ العديد من الخطوات في هذا الشأن من أجل إثناء أو ثني الحكومة المتطرفة عن القيام بهذا الدور الذي ربما هو يعني مجازر لم تحدث من قبل وباتت تتكرر بشكل أو بآخر أو بشكل يومي. دعونا نتحدث هنا عن تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية والتي تعود إلى قبل عام 1971، هذا العام الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كما نتابع مع حضرتكم الآن، توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال ضيف مصر الكريم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يأتي إلى مصر في زيارة عمل من أجل تعزيز أواصر التعاون فيما بين البلدين والدولتين الشقيقتين والشعبين الشقيقين أيضا. استندت العلاقات بين البلدين على أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ، ويسجل للشيخ زايد أنه الرجل الذي غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير، وتعهد العلاقات المصرية الإماراتية بالرعاية والعناية، فنتج عن هذا الأمر علاقات بالغة التميز والخصوصية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ تحرص الدولتان على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة. وكما نشاهد مع حضراتكم الآن، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصطحب ضيف مصر الكريم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن فما يدور حولنا الآن في المنطقة يتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين الدولتين تجاه القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية أيضا والسورية، فهناك تقارب في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. وشكلت العلاقات المصرية